ولكنه توفي قبل أن تلد له محمدا. نعم يا أمه، وها أنا آكل طعامه الذي أعطاني إياه. إنه هناك تحت الشجرة، سأناديه. محمد، هذا اسم لم يسمى به آباؤنا ولا أجدادنا. ربيته لسنوات. لقد جئت بمحمد هذا الصباح، فلما كنت بأعلى مكة تاه مني ولا أدري أين هو الآن يا سيدي عبد المطلب. ومتى لو ضاع وفقد وضاع معه أثر ابني عبد الله. يا عبد المطلب، هذا هو حفيدك. أين هو؟ أرني إياه، أرني إياه. لقد وجدناه بأعلى مكة. محمد، محمد، تعال تعال إلى جدك يا صغير يا الحبيب. الآن يمكنني الرحيل بعد أن عاد محمد إلى جده وأمه. وبعد عام واحد من عودة محمد إلى أمه، خرج معها لزيارة أخواله في يثرب، ومكث عندهم شهرا. كيف حال السيدة آمنة الآن؟ لقد اشتد عليها المرض وأخشى أن... لا تبكي يا أختاه حتى لا يسمعك محمد. أين الصغير محمد الآن؟ يجلس قرب أمه المريضة خائفا حزينة. وتوفيت آمنة في الطريق ودفنت مكانها، وعاد محمد إلى مكة يتيم الأم أيضا، وهو لا يزال طفلا في السادسة، ليعيش في كنف جده عبد المطلب. يا لهؤلاء الصغار، إنهم حبات القلوب. جد، ألن تعلمنا اليوم لعبة جديدة؟ ها، أين ابن عمكما محمد؟ لماذا لا يلعب معكما؟ لا ندري، ولكنه لا يحب اللعب مثلنا. هيا نبحث عنه. ما بك يا أبي؟ أراك متعبا وحزينا. أفكر في محمد. محمد؟ ما به؟ صحتي تتأخر يوما بعد يوم، وأخشى يا أبا طالب أن أموت وأتركه في هذه الدنيا بلا مال ولا أم ولا أب. أطال الله عمرك يا والدي. وتوفي عبد المطلب، وانتقل محمد بن الثامنة ليعيش في بيت عمه أبي طالب بين أولاده. لا يزال محمد يشعر بالغربة بيننا، وكلما جلسنا إلى الطعام وامتدت أيدينا إليه انقبضت يداه خجلا أو انسحب من بيننا كما الآن. إنه رقيق وحساس ويخاف أن يثقل علينا، ولكننا نحبه ونعتبره أخا لنا، ومع ذلك فهو مصر على أن يعمل في راعي الأغنام. أجل ليساعدنا. هذا صحيح، وها هو الآن يتشوق لأن يخرج معي في رحلة الصيف إلى الشام. وهل ستأخذه معك؟ أجل، ولكن ليس الآن، فهو ما زال صغيرا على مشاق السفر. ولما بلغ محمد 13 من العمر، خرج مع عمه أبي طالب في رحلة إلى بلاد الشام.
أحلام. ما لهذه الغيمة الصغيرة تتبع القافلة أينما اتجهت وكيفما تحركت؟ إنه هو ذاك الفتى الصغير، الغيمة تتبعه تضلله وتقيه لهيب الشمس. يجب أن أراه، لابد أن أتعرف إلى الفتى. تفضل يا أخي واشرب اللبن. شكرا لك أيها الرجل الطيب. علمت أنك عم الفتى. من؟ محمد؟ أجل، ولكن من أنت؟ أنا الراهب بحيرة من سكان المنطقة. ولماذا تسأل عن محمد؟ الأمر خطير، سيكون لابن أخيك هذا شأن عظيم، يجب أن تعود به سريعا إلى أرض الحجاز. ماذا؟ أجل، فأنا عرفته ورأيت ذلك النور الإلهي يشع من وجهه كما رأيت العلامة في ظهره. ماذا تقصد أيها الراهب بحيرة؟ اسمع يا أخي، أنا رجل مسيحي مؤمن بالله، ولقد قرأت في الكتب المقدسة أن نبيا سيأتي من بعد عيسى. اذهب، اذهب ابن أخيك، أخشى أن يعرفه اليهود فيقتلوه. محمد، محمد، محمد! وهكذا عاد محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة. وبعد سنوات بدأت مرحلة جديدة من حياته، حتى كانت الرسالة رسالة الإسلام التي تدعو لعبادة الإله الواحد.